هذا الصباح ملئيه يا كرشم هوى من مقلتيك وثغر يسكب الخمر، وأسقني الكأس منه وهي مترعة لتطفئ النار ما أوقدتها عمرا. هذا الصباح ملئيه يا كرشم هوى من مقلتيك وثغر يسكب الخمر، واسقني الكأس منه وهي مترعة لتطفئ النار ما أوقدتها عمرا. أنا لا أحب الشعر إلا باللغة العربية. فكانت كما الشمس المنيرة طلعة وكل. أحمد علي، أو سعيد الباكستاني كما يسمي نفسه، الطفل الذي هرب إلى المدرسة من أهله الفقراء الذين أرادوه عاملا يسد رمقهم في صباه الغض، لجأ إلى المدرسة الدينية لتأخذ بيده إلى الله، لكن لم يجد هناك إلا امرؤ القيس يأخذ بيده إلى خدر عنيزة. ويوم دخلت الخدر خدر كرشمة فقالت تفضل يا سعيد العجلي. اتخذت المدارس الدينية في باكستان وشبه القارة رسالة نشر اللغة العربية والدين الإسلامي، واتخذ سعيد المصاب بقصور في الكلى أقعدته عن استكمال الدراسة رسالة نشر الأدب والشعر العربي. أنا اسمي أحمد علي، وولدت في قرية سوابي، ونشأت في كراتشي وترعرعت هناك. الشاعر الذي ولد باسم أحمد علي في قرية صوابي الباكستانية زرع الله في قلبه حب العربية وآدابها، كما زرع في قلبه حب فتاة هندية الملامح لا تختلف عن بثينة وليلى إلا باختلاف الموطن، فتلقب بها مجنون كرشمة. هذا الصباح ملئيه يا كرشم هوى من مقلتيك وثغر يسكب الخمر. فتنت بكرشمة التي هي كانت تسكن بجواري، وعشنا معا قريبا 13 عاما. فأول ما كتبت في كرشمة قصيدتي هذه: عيوني إلى عيني غرير تسللا، فأمسيت من طرفي إليها مكبلا. ولم يكن يجبرني أحد، بل أبي كان وما زال يقول لي اعمل ولا تدرس. فحينما وصلت إلى الصف الثاني هو قال لي وأجبرني على ترك المدرسة، فأنا كنت أدرس حتى 1 يعني من الظهر، وبعد ذلك إذا رجعت من المدرسة كنت أذهب للعمل وأعمل حتى الليل. هكذا درست 2، وبعد ذلك دخلت في الجامعة بنوري تاون، جامعة الإسلامية، فدرست هناك وتعلمت اللغة. فأول ما قرأت من الشعر هو كان لامرئ القيس: عفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وأول ما حفظت في شعره هو كانت قصيدتي، قصيدة امرئ القيس، وبعد ذلك الشعراء الأخر.
فعيني إذا راحت إليها لشقوتي فتنت بها حتى تراني مولولا فكانت كما الشمس. ثم لما دخلت المدرسة الدينية فاجتهدت وحاولت في علم الصرف وعلم النحو، وكنت أحب وأمق اللغة العربية جدا. أولا اتصلت بالسعيد، وكان السبب ذلك صديق لنا واحد قال لي هناك في كراتشي رجل عالم سماه سعيد، فاتصلت به. عيوني إلى عيني غرير تسللا فأمسيت من طرفي إليها مكبلا ولو كنت أدري أن قيدي بنظرة إليها لما طل الفؤاد وأقبلا فعودت نفسي راضيا بتقيدي لها في هواها كان ذلك أجملا وواسيتها حتى تأست بحبها وقالت رضيت الوصل فانسى الذي خلا أيا صاحبي بلغك رشم رسالة بأني عليها كاسف البال مبتلى فعيني إذا راحت إليها لشقوتي فتنت بها حتى غدوت مولولا ويوما إذا ما الشمس زالت ظهيرة تراءت وأعطت نظرة نحو مبتلى لها كالغزال الطلق عين جميلة إذا عاين الصياد في الروض هرولا ومن يانع التفاح خد كأنه غذاها نمير الماء عذبا مجللا وأنف كحد السيف أبلج مارن يتي مارن وأنف كحد السيف أبلج مارن يتيه شموخا فاق أقرانه على كذا وشفاه حبة التوت سقنوها متى نقطف المحصول فالقلب هللا الله الله عليه على الله ولا المسكوت عنه هذا المسكوت عنه كتالة يا شيخ تفضل واصل وأشنب صاف كاللؤلؤ ثغرها يذكرني من حسنه ظبية الفلا وجيد كجيد الريع وجيد كجيد الريم أروع ميسم إذا القلب ألفاه فلا غاب أو قلا قلادتها لما تزين نحرها ترائبها تحكي صفاء سجن جلا واصل واصل عيد عيد البيت وقط بي هذا الشعر عيد هذا الشعر نعم قلادتها لما تزين نحرها كواعبها تحكي صفاء سجن جلا ومن ناعم الأغصان قد مرنم إذا من ثنى أعطى الحياة أعطى حياة لمن خلا للأرض قد ضاقت علي برحبها فيا ليتني أفنى وما كنت حاصلا عبس الأساتذة الكرام أعلني
وما كان ظني أن أشان معا جلا ما كان هذا القطب دأب مبلغ ولكنه فعل لمن كان صائلا وما كنت من أهل الحديث بل إنما فسماني الشتام سلفي فأقبلا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا سعيد وعبد الرحمن وقليل من أشباههما غراس نبتت في غير جنتها وبيئتها وشحت عليها أيدي السقائين ولم تجد فرصة لتنمي هذه المواهب الصين لنا والهند لنا والعرب لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا قال لنا سعيد أنتم ثالث من أقابل من العرب وأساهرهم قلنا فمن سبقنا فقال امرؤ القيس وخليلي في الليالي المقمرة أبو نواس وكيف يصبح عالما من يصاحب إلا هؤلاء ورسول الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا ورسول الله كل ما يتمناه سعيد هو استكمال دراسته والتخصص في الآداب العربية آملا أن يصنع فارقا في شبه القارة سبقه إليه بديع الزمان والصاحب ابن عباد وأبي الحسن الندوي فكونوا لسعيد كما كان للعربية الصين لنا والهند لنا والعرب لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا ديناً وجميع الكون لنا وطناً